السلام عليكم. سوري محمد تاجر في سوق الحبوب بمدينة سالا، 40 عام وانا تنافس هذه المهنة. كتاجر في سوق الحبوب بمدينة سالا. الناس ما بقاش شايف جاي تخرج بالزرع كما كنا شحال هذه في السنوات القديمة. الناس ولات تكتفي بتخريج الزرع كانت الفترة بالنقدر. تبعي الفتاوي ديال الأئمة اللي كانوا. وهي بالأجدر خاصة تكون طعاما. هادشي الرسول صلى الله عليه وسلم خرج زكاة الفطر تعد الرمضانات كما تنسمعوا في السنة، خرجهم كلهم طعام. اليوم الأئمة أساءوا باش الناس خرجها نقدا، ولكن هلكات الاقتصاد ياك هذه المسألة ديال النقد هلكات الاقتصاد بزاف. علاش؟ حنا حسبوا غير واحد ندير واحد العملية حسابية غير صغيرة. حنا نقولوا 40 مليون من الناس اللي كاينين في المغرب خاصهم يخرجوا زكاة الفطر، بمعنى 2 كيلو ونص الواحد هي 100 مليون كيلو. هذه 100 مليون كيلو شحال خاصنا من الفلاح اللي وجدها لنا، ومن بعد شحال من الفلاح شحال من اللوجيستيك اللي خاصو ينقلها في المغرب كامل من مدينة لمدينة، دور شحال خاص من واحد اللي غادي يخدم، شحال من حمال وشحال من كذا وشحال، شحال من مرأة غادي تصيرها، شحال من تاجر، شحال خاصة ديال الخناشي ولا الشكاير فاش نتا. المهم واحد السلسلة ديال الناس اللي تيخدموا كانت في هذه الفترة. كنا ملي تيدخل رمضان وحنا تنوجدوا الفترة الأولى باش نخدموا فيها غير واحد الأيام، إيما هادشي ما بقاش. ملي دخل رمضان وحنا غير جالسين. المهم إذا كانوا مثلا العلماء داروا واحد الفتوى في واحد التاريخ ونفعته. الفتوى راه ماشي قرآن ماشي سنة. خاص يعاد فيها النظر وتمشى مع الوقت. وحنا ما تنطلبوش يديروا لنا شي حاجة. الشارع والشرع هو الطعام غالي بقوت البلد. هادشي اللي تنعرفو حنا في الدين. إذا كنا تناكلوا الروز نخرجوا الروز، كنا تناكلوا القمح نخرجوا القمح، كنا التمر التمر. هذا هو الدين. اليوم جاو راه عرفتي هاد العلماء بعد الفتاوي ديالهم راه تيهلكوا الحياة كاع ماشي العامة. تيقولوا شي فتاوي نسأل الله السلامة والعافية. وكاينين هما علماء فوق راسنا تيخلي والديه محتمين عليه باش يخرجوها. أما ما يموتوا هاد الناس الكبار ما تبقاش تخرج كاع الزكاة اللي فاتت. علاش؟ لأن بنادم تيدير تيصرف 100 درهم في جيبو عنده 5 الناس تيدوز في الزرقاء تيعطي كل واحد 400. حتى ولادو ما تيشوفوش الطريقة بلا أباهم راه تيخرجوا الفطرة. حنا بكري مي كانوا والدينا كانوا تيجيبوا الفطرة للدار وتيفرشوا ليزار وتيجيبوا دوك الماعون، هذا بانيو هذا سطر، هذه فطرة فلان هذه فلان، باش بقينا حنا عاقلين على الفطرة. كانوا والدينا تيوريوها لنا تيديروها في الدار. اللي برا ما تبدات هاد الطقوس ما بقاش انقرضت. دابا الفطره ماشي غير فطره راه هكاك، راه هي طقوس كانت تبدات في الدار وفي الصباح قبل وتنخرجوها تديوها لهم قبل صلاه الفجر ولا ملي تصليو نبداو نديوها في الديور الظلام وندقوا عليهم ونعطيهم الفطره ديالهم. اليوم هادشي راه ما كاينش. ولادنا حنا ما بقاوش يعرفوا واش كاينه الفطره ولا ما كايناش. انا عندي ولادي كبار وباقي تابعهم في الخارج، عندك تبدا تخرج الفطره، عندك كذا، وتيقول لي مرخيت هو ما بغيتش خرج، غير خرج عليه بواتم. واش انت عندك الفطره تما 7 اورو ولا 8 اورو وانا خرج لك هنا 2 دراهم؟ لا يمكن، خاص تكون عندك مسؤوليه باش تخرج الفطره. وعلاش راه هي تتقارب دابا؟ انت جيت ليا كل يوم 27، انت تصور اخي ما كاين حتى واحد، كاينين غير حنا موالين السوق. حنا جالسين تنشوفوا بعينينا، ها الفطره حنا موجدينها، ما كاين حتى واحد. فطره حتى الفطره انكم عبرتوها وجدتوها شحال تقريبا هنايا؟ 2 كيلو 2 كيلو ونص هنايا. الزرع ديال 160 تتقام ب 400 درهم، هذيك دابا الزرع ب 400 درهم. 20 درهم. شحال الكيلو هذا اش من نوع؟ هذاك ديال 160، الزرع ديال 160. ديال 160 ريال. كيلو ونص. هو هذا؟ لا هو هذا. لا ها هو ديال 160. ها هي الطريفه تما محطوطه فيه 8 درهم. الزرع الممتاز. هو هذا اللي جائز لاخراج الفطره. هو هذا. وتنديروا حاجه مزيانه. كلمة أخيرة للمغاربة اللي تشاهدوك عبر قناة فيس بريس. الكلمة الأخيرة تنقول للمغاربة عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، والله يوفقنا للخير، والله ينصر إخواننا في فلسطين، والله يحدد البث. آمين. السلام عليكم. ويشكروا بيريكا. هاد الناس كيتهنوا فينا في الطهرة، كناخذوا عند شباب الله كيحنوا علينا الناس الدراوش، كيحنوا الدراوش كناخذوا في الطهرة، ما كنبيعوها ما والو، كناكلوا حنا وليداتنا. الله يكثر الشباب ويخلينا شباب الله. والسلام عليكم.
كنخرجوا للزرع تبارك الله كان كثير ولكن دابا واحد النسبه قليله اللي واحد نقول لك 2000 يجوز لك 3000 ولا 4000 داك الشيء نقص الناس بدات تنقص شويه نقصوا بداو كيقولوا النقود 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 كل شيء كيجيو كيسولونا كيقول لك شحال كتحرق فترة وفي رأيك شنو السبب ديال الناس اللي يعني هو شر في التشريع ان جات في المرتبة الأولى ما يقتات به أهل البلد دابا ولاو الناس كيخرجوا الفلوس شنو السبب في رأيك؟ السبب هذا السبب ديالو هذا الشيء ديال اللي كيهضروا على الفترة ديال الفلوس شي كلمة للمغاربة بحال المغاربه خصو كاين ما دابا التعليم من هاد واحد 24 ولا 24 كاع ولا 5 سنين ولاو كيخرجوا في الحبوب في الحبوب ولاو دابا كيجيو عاوتاني للحبوب يعني الناس رجعات للحبوب ياك دابا كيما كاين ما كان الانسان كيجيب الطوموبيله ديالو كيجي كياخذ الحبوب غير اليوم يكون جيت البارح السبت غتلقى الناس هنا عما كيعبروا على يتبعوا على اليوم الحد جيتي في الزحمه باقي ما جاوش الناس باقي ما جاوش كما كانوا ندوز الناس الكري سريع راه خاوي شكرا السي الحاج واش المغاربه اليوم تيفضلوا يخرجوا الحبوب ولا خبز تلاقي موجود كيتاكل العيد زرقاء كاع ما العيد مابقاش كيعجنوا مابقاوش كيشريو خبز زرقاء شنو هذا الزرع؟ مقاردش هاد القضية ديال إخراج مقاردش بزاف مقاردش بزاف ما بقاتش كما كانت كان هي فترة ما كنحكوش في الصناعة ياك الحاج أما دابا شكون ما عارفش شكون اللي كيدير كاينش حتى واحد والو يعني المغاربة وفي رأيك شنو السبب اللي خلاو المغاربة أنهم ولاو يخرجوا الفلوس ما يخرجوش الحبوب وهي مع العلم أن في الشريعة جاء الحبوب في المرتبة الأولى قال لك انت كتعطي الحبوب كيمشي يبيعوا بقل الثمن اللهم ياخذ فلوس تسلي تشري مول الحمد تشري الدجاج تشري اللي بغا فهمتي هذا باش نقصوا المشكله هذا هو السبب حتى ان القضيه انقرضات حتى بقى عاد الفتره الناس كيجيو يبيعوا بقل الثمن تيبيعوها لكم قل الثمن يا خويا 22 عام هذه وانا خدامه هنايا كنا تبارك الله نقولوا الخير وربي تسهل الايتام هنا راه عندي الوليدات ايتام والحمد لله ما دابا الله رمضان هذا ما خدمنا والو ما عطاونا والو فتره دابا هي بات سالي تقريبا باقي لها 3 ايام وما قورنا حتى شي حاجه باش نحمدوا الدراري وربي كبير الحمد لله نقصد الناس بزاف نقصد في الفتره بزاف كل شيء البيع الزرع بزاف نقص كاع وما لقيناش نخدموا كنا نديروا والو عايش قليل 400 600 اش غدير لك كل شيء المصرف غالي ايوا الحمد لله هذا الشيء اللي نقول لك والله يهديهم السلطه اللي كيفهموا من جهتنا حنا ومتعاونونا ويجيو يشوفوا من حالتنا فما كاينش عندنا بحال موقف قاص بزاف هما مساكن ميد مالي الزرع عا جالسين حنا عا جالسين كلشي عا جالس انت الحمد لله اللي جات على غير الرياضه وتشوف مش حقيقه ولا كذب ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد